فرحانه بزاف بزاف، ما نقدرش نكسبريمي باش كنحس. جو سوي تري زوغوز. بلقب ميس افريكا 2019. من اليوم انت هي ملكه جمال ميس افريقيا. نعم. المستوى الدراسي ديالك؟ انا عندي ان ماستر اونتربرونيا مانجمنت دي زورغانيزاسيون، ودابا كندير ان ام 2 اون ار اش باش ندير الدكتوراه ديالي ان شاء الله. الاحساس ديالك اليوم باش خديتي هذا اللقب؟ الاحساس ديالك اليوم باش خديتي هذا اللقب باش كتحسي؟ انا فرحانه بزاف، وكنحس اونفان غنقدر نعاون الناس، غنقدر نوصل شحال حاجه بغيتها. بغيت ندير حملات طبيه للناس المساكين اللي محتاجين، سورتو في القرى وفي البوادي، ماشي غير في المغرب، حتى في لافريك. الا عيطوا لك التجديد تمشي ولا ما تمشيش؟ بيان سور نمشي، افيك بليزير نخدم بلادي. كنبغي نقول للجمهور ديالي كنبغيكم بزاف، وميرسي بوكو بور فوتر سوتيان. وانا فرحانه بزاف حيت كنت بريمير دوفدين، وان شاء الله نكون في المستوى. شنو كان الاحساس ديالك اليوم باش جيتي انت هاد الثانيه في ميس افريكا؟ دابوي توجور، وانا بغيت نكون ميس ووصلت للفينال، سي رباح بالنسبه لي. شنو المستوى الثقافي ديالك؟ انا جو بريبار مون ماستر، مي جي ديجا ان ديبلوم في لا بروفيسيون بانكير. القدام شنو بغيتي تكوني؟ بيان سور اون فام دافير، اون فام ناجحه، وان ميم تون نوصل في هذا الدومين. السن ديالك شحال السن ديالك تقريبا؟ 23 سنة. عيطوا لك التجنيد تمشي ولا ما تمشيش؟ نعم. عيطوا لك التجنيد تمشي ولا ما تمشيش؟ نمشي بوكوا با. بيان سور نمشي، علاش؟ اون اكسبيريونس مزيانة اللي تقصحنا. الحمد لله نجحت في المسابقة، الشيء اللي كنت نتمنى. واخا كانوا شي مشاكل قبل ما نديروا هذه المسابقة، مع أخلع الله باش كملنا هذه المسابقة، الحمد لله. الحمد لله نجحت. مشاركين ما لسه لا تربحات، ما عنديش شي حاجه غادي نزها. الجمهور البيبليك كله صوت عليهم، لي جوري صوت عليهم، كل شيء. اما الحمد لله معايا اللي خدينا خديتها انا هي القرايه، المستوى ديالها الدراسي، الثقافه فين واصله، ماشي اي وحده غادي تربح. ما باغيش انا ميس نهزها تربح تمشي لي للزنقه ولا شي حاجه، انت عارف ولاو لي ميس دابا كيفاش ولاو. واخا هاد الكلمة غادي تخرج عليا، ولكن ما عنديش حتى مشكل. باش كتبعدوا الجمهور ديالكم في الدورات المقبلة؟ الدورات المقبلة غادي ندورو افريقيا كاملة ان شاء الله. غنحاولوا غادي ندورو افريقيا كاملة ببلاد بلاد ان شاء الله، وغادي نشوفوا فين نوصلوا ان شاء الله.